لا لا اسمع لا. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. معنا عمال شركة بمدينة بن سليمان تم الطرد ديالهم بواحد الطريقة اللي هي تعسفية وما توصلوا المستحقات ديالهم لحد الساعة، ما يتوصلوا المستحقات ديالهم. بقاو معنا متابعي الكرام. السلام ورحمة الله. حنايا مجموعة القضيات ديال غولف غويال من سليمان من الأوائل ديال 1991 بالضبط. يعني هنا ملي كان الغولف غويال خدمنا على أساس تمايا، كنا خدامين بخير، ولكن السيد هذا جا انتقلنا هنا الغولف في البداية ديال 2000. دونك هنايا من تمايا وحنا خدامين، ولكن مؤخرا أنه الغولف في حكم انه سافي ساد، ما بقيناش خدامين، ما بقينا تاع هو تيقول لك اودي الغولف راه حال وهذه، ولكن ما كبقاش لا كليان لا والو، ما بقيناش خدامين. مره هذه راه ما يزيد على عامين ولا ثلاث سنين والو، مره ما بقيناش. وحنا دابا ضررنا بواحد طريقه كبيره، وعطونا وعود حنا غنشوفوا معاكم، حنا غندير، يعني هنا هاد الناس هادو ما داروا معنا حتى وحده والو حتى حاجه. تيجي الواحد تيقول لك اودي راه حنا غنديروا معاكم غنفعلوا لكم هذه، حنا جايين. مؤخرا جا واحد السيد اللي هو حتى هو خدام في هاد سميتو، انه مسؤول مع الرئيس من البريزيدون، جا قال لك اودي انا غنتصل بكم، ما كاين حتى حاجه والو، وعود كاذبه. وحنا متضررين كثير، وحنا عندنا الدراري عندنا وليدات، عندنا مسؤوليات، عندنا بزاف الحوايج، وكبرنا في السن وما بقاش عندنا الصحه الخدمه. دابا حنايا تنطالبوها واحد التعويض اللي هو يخلى واحد نسيروا به حتى حنا الحياه ديالنا. وحنايا دابا ما بقاش ما يدار، دابا كاين والو، ما بقات لا خدمه لا حتى حاجه، وكبرنا في العمر وما عندنا ولا اوراق لا والو، لا لاسينيسيس لا حتى حاجه، وضعنا ضايعين دابا. شحال من عام وانت خدام هنا؟ انا شخصيا 30 عام، 30 عام وانا هنا، 30 عام وحنا خدامين. يعني ايه والو، ما كاين حتى شي حاجه، والو، خاوي الوفاق. من بعد دابا خاصو يديروا معنا هاد الناس، يديروا معنا شي حل. حنايا هاد سميتو خدمنا باخلاص، وخدمنا في باركور، خدمنا، ضربنا ثماره، ضربنا كل شيء، وهادشي بشهادتهم هما، نيت بشهادتهم هما اننا ضربنا ثماره، يعني في الصيف وفي البرد وفي الشتاء وفي كل شيء، ومع الكليان، ولكن اخيرا ما كاين حتى شي حاجه. ولحد الساعه حنا تنطلبوا من الناس المسؤولين انهم يراعيوا هاد الظروف اللي تنعيشوها، الظروف الجد جد مزريه، ودابا حنا ضايع، عرضه للضياع، والله يصاوبوا صافي. هادشي اللي السلام عليكم. حنا مجموعه مراق، نعاودوا عاوتاني نفس سميتو عليه كما عاودنا مرارا وتكرارا في فيديوهات كثيره. نعاودوا عاوتاني نفس سميتو عليه نفس الامر. حنا مجموعه مرافقي غولف ملكي سابقا في بن سليمان، اللي تحول حاليا الى مشروع اسمنتي، و مشروع سكني او اسمنتي، المهم مشروع سكني اللي تبناو عليه اراضي البناء وكذا، عمارات وداكشي، هذا الشيء ما كيخصناش. حنا المشكله دابا كنطالبوا بتعويض رمزي من عند السيد الرئيس اللي هو الملك الحقيقي سميتو عليه، المعروف بقضيه سميتو عليه الملياردير والمستخدمه. هاد السيد هذا ما عرفناش، كيقول لك السيد هذا ما يقدر عليه على اللي خلقه. حنا دابا المشكله، دابا حنا قرسنا عديد من سميتو عليه، ولينا كنتاكدوا كنقولوا باننا حنا ربما هاد السيد راه فعلا اما عنده نفوذ مخفيه، اما عنده شي حاجه اللي ما كت الله اعلم كيفاش، انا فاهمين والو. انا خدام معاه فوق 26 عام، تقريبا 26 فوق 20 عام، 26 25 24 عام، ما نقدرش نبارك لك. المهم 94 95 خدام. حنا كنا راسلنا وزاره الداخليه، هل سميتو عليه الشكايه لوزاره سميتو عليه. صور اخويا هاد الاكيزي ديالها،
مهم الشكايه سميتو عليه شكايه الديوان الملكي شكايه الجامعه الملكيه ما عرفناش اش غنديروا مع هذه السيده هذا. حنا جميع الابواب دقيناها وحنا كناجدوا صاحب الجلاله. حنا كنطالبوا غير بمستحقات رمزيه. حنا ودي نهار اللي هضرنا معاه قال لك انتم ما عندكم حتى ورقه. حنا فعلا كنتاميين لواحد القطاع اللي هو غير مهيكل سابقا ودابا حاليا راه ولا فعل باش يولي قطاع مهيكل. دابا حاليا راه ولا قطاع مهيكل. حنا جميع النوادي اللي كنعرفوها لا ديال بوزنيقه ولا ديال المحمديه ولا الرباط ولا هذا راه ولاو في الطريق ديال سميتو التفعيل ديال هيكلات هاد سميتو عليه هاد مرافقي الجولف اللي ولات غتولي عندهم حقوق ومستحقات. حنا دابا ما كنتوفروا لا على ضمانات اجتماعيه ولا على ضمانات صحيه ولا حتى شي حاجه. هاد السيد ملي كان الاب ديالو الله يرحمه كان وعدنا بانه غيسوي معنا جميع هاد سميتو هاد عطانا وعود قال لك اودي غندير لكم لا كيس سوسيال غنديكلاري بكم غادي كدا غادي يولي واحد اوتيل 5 ايطوال هنا غادي القضيه غيوليو جو كليان غتولي سميتو عليه. هاد الوعود ما شفنا منها حتى شي حاجه. هاد مني جا خصوصا مني جا الابن مني توفى الاب وجا الابن. هاد الابن هذا ما لقيناش لقينا معاه كاع شي سميتو عليه ما كيعطيناش كاع سميتو. جا قابلنا مره حدا سميتو عليه حدا العمالة تقليم بن سليمان عطانا وعد قال لك اودي حيدوا الاحتجاجات وحيدوا هادشي راه حنا غادي نسوي معاكم الوضع. من بعد داز عام عاوتاني كان جا لهنا شفناه في واحد المؤتمر دايرو لداخل سميتو عليه جا عندنا نفس المشكل قيدنا الاسماء ديالنا عاوتاني ما كاين حتى شي حاجه. من بعد عاوتاني جا المدير ديالو لقات وعود خاويه فين ما كيجي كيعطينا وعود خاويه. السيد هذا بغينا يدير معنا شي حل. واش حنا نضيعوا في 26 ولا 24 عام راه حشومه عليه. وسيرتو في هاد الايام في هاد الشهر المبارك الكريم هاد الايام المباركه حنا دابا كناجدوا صاحب الجلاله الله ينصرو يشوف من الامر ديالنا ويشوف هاد القضيه ديالنا. حنا ما بغيناش ندخلوا في شي مشادات اخرى وغنبداو نهضروا بشي هضره اخرى اللي ما حنا ما قد ماشي على قد المسؤوليه ديالها. نبداو نهضروا في التفويت ديال الجولف وشكون فوت الجولف سعاد الحفاري الاولا وشكون رخص وشكون كدا هادشي فيه هادشي. الا جينا نهضروا في هادشي راه ما غنتقاداوش. حنا بغينا دابا حنا عباد الله المستضعفين حنا راه بغينا عرزقنا يعطينا شي حاجه شي حاجه شي حاجه رمزيه شي مبلغ رمزي الدراري يبيعوا ويشريوا. راه حنا مولين الوليدات راه عيب عليه هادشي اللي كيدير. والله العظيم لا عيب عليه. راه حنا وقفنا معاه تبنا البور تبنا فيلات وتبنا سميتو عليه وتباعوا وباعوا وشراوا داكشي. راه عيب عليه والله لا عيب عليه. احنا راه ما باغينش شي حاجه. حنا راه باغيين هادشي تمام رمزي باش الدراري ينوضوا يبيعوا ويشريوا يديروا مايطراش ونوضوا سميتو عليه. واش حنا تنوليو بحال ما كنطلبوا سميتو عليه خدمنا ونوليو نطلبوا. دابا هاد القطاع هذا راه تهيكل. دابا اللي مفروض عليه انه نوض يدير لنا لاكيس سوسيال ويديكلاري بينا وعاود يرجعنا ويخدمنا عنده وعاود يحيل الجولف. هذا هو اللي خاصو يدير. حنا ما بقينا لا باغي لا تمن رمزي لا والو. عاود نوض يحيل الجولف ويديكلاري بينا وخدمنا عنده. ما كاينش الكليان يخدمنا عنده في الباركور. هذا هو اللي عليا. السلام عليكم. انا من احد مرافقي الجولف يعني اللي وز هنا انا واحد اكثر من 26 سنه وبغينا هذا السيد يدير معنا على شي حل. راه حنا كل مره عيينا كنطرقوا بابواب العماله كنجيو هنايا للباب ديال الجولف ديما وهذا السيد باقي ما دار معنا حتى شي حاجه. وحنا ما كندخلوا لولادنا بلا حتى شي حاجه. راه حشومه على هذا السيد. يتقع وجه الله فينا اننا ادي عواشر وداك الشيء. حتى هو راه عنده ولادو وعنده هذا راه خاصو يشوف حتى هو الناس مكرفصه. ورا كون ما كناش ملحوقين ما غاديش نجيو حتى حنا نوقفوا ليه هنايا. وكنطلبوا يراجع نفسه ان شاء الله ويشوف معنا يشوف اش غايدير معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا الاذن الصاغيه ديال شوف تيفي. حنا لي كادي ديال الجولف الملكي ديال بن سليمان. حنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا. هاد السيد هذا مول الجولف هذا دخل بواحد السياسه خطيره اللي هو مشروع سياحي ردوا المشروع عقاري. وكيفاش كيقول لك الجولف هو محلول وهاد الرياضه هادي راه ما يمكنش ليها تقام في وسط الزنقه. لقاش هاد الجولف راه ولا وسط الزنقه ولات فيلا ولاو الديور ولا الجولف الاول. يعني حنا في الاول كنا في ذاك الجولف الاول اللي كان نافترو الاولى هو شرا هاد الارض هادي الله يسخر ليه رزقه خادنا في زويت اخرى وزاد عليها سبعه تسعه اخرين باش تولي 27 حفره. يعني 27 حفره راه الجولف تبارك الله راه مساحه شاسعه يعني هان بزاف ديال الهكتارات. يعني دابا هو كيبيع هاد الاراضي كيبيعها بواحد الثمن باهظ. هو خداها بثمن بخس
الله يسخر لي. ولكن حنا شنو هو المصير ديالنا؟ حنا المصير ديالنا راه الناس عارفه كل شيء، راه العيال فينا عندو جوليدات. حنا راه مجتمع مع هاد الجائحه ديال كورونا، حنا راه كنطالبوا منه الله ينزل الرحمه في القلوب، الله ينزل الرحمه في القلوب. الطغاة من هذا المنبر كنقولوا حنا راه مجموعه ديال اللي كادي لحقاش الرياضه ديال الجولف. واخا هاد الحرفه هادي غير مهيكله، ولكن راه كتكمل هاد الرياضه ديال الجولف. لما كاش الكادي راه ما يمكنش تكون الجولف، الجولف بلا كادي راه ما كاينش، وكاع الناس كيعرفوها. وكنطالبوا منه الله يهديه ويشوف من حالنا ويتقى الله ويخاف الله ويدير الله قدامه ويدير بحساب، لحقاش الاب ديالو كان عاطينا واحد الوهود فعلا باش ياثر لنا هذه الحرفه هذه. وحنا دابا باغين التعويضات، باغين التعويضات ديالنا ويشوفوا من حالنا. وتمام يعني شي التعويض هذا اللي هو غياديه رمزي، راه ما غاداش طيح لي حتى 10 متر من هذا الشيء اللي كيبيه. راه الدار تقريبا راك عماره كتخرج ليه الملايير، وحنا راه تما الرمزي راه ما غادي يدير ليه والو، لاقاش هو اصلا هاد الارض هادي ماشي ديالو، دازت ليه بواحد الطريقه. حنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا، حنا الناس اللي عطاو هاد الارض شغلوا هذاك يديرها اللي بغى، يديرها لابيسين، يديرها اللي بغى. المهم حنا يعطينا المستحقات ديالنا والله يسخر ليه في اي عمل بغى يديره. بسم الله الرحمن الرحيم. دابا من عندك حتى راك تخدم، انت ما غاتشمت هذا راه حق، قولي راه حقي مسلوب، راه هذا كان لي حقي. ايوا كلي راه دمي وحب لحمي حطيتونه تما تلفتي دختي. الله القاسم والله ما قدر ما عرفتش اش نقول. اذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر من مدينه بن سليمان.